شروط لا إله إلا الله ونواقض الإسلام. الناقض السابع السحر، فهو ناقض للإسلام العظيم، ومنه الصرف، وهو عمل سحري يقصد منه التسبب في منع شخص من فعل الخير أو صرفه عن زوجته، ومنه العطف، وهو عمل سحري يقصد منه التسبب في تحبيب الرجل أو المرأة إلى الآخر عن طريق السحر، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.